وجه الفنانة المصرية حسن الرداد رسالة مؤثرة إلى والدته المتوفية السيدة فادية الرداد بعد نحو 10 أشهر من وفاتها، وأعرض من خلال رسالته عن دورها الكبير ومساندتها له خلال مشواره الفني حتى آخر لحظة في حياتها، مؤكدا أنه بدأ مشوارا صعبا وطويلا وكانت في ظهره طوال الوقت ولم تبخل عليه بأي مجهود ودعمته معنويا وماديا حتى آخر لحظة في حياتها، مشيرا إلى أنه بعد ابتعاده عن الظهور لقرابة العام فقد قرر أنه سيكمل المشوار الذي بدأته معه، وقرر أيضا أن يفعل ما يسعدها وأن يظل ينجح من أجلها. ونشر حسن الرداد صورة لوالدته عبر حسابه على انستغرام، ثم علق على الصورة وكتب الرسالة وقال: أعلم أنك يا أمي لا تتمني سوى أن أكون سعيدا، أدين لك بكل ما وصلت إليه من نجاح لما بذلته من مجهود كبير ودعم مادي ومعنوي من أجلي. لقد بدأت مشوار صعب وطويل وكنت في ظهري طوال الوقت حتى آخر لحظة في حياتك، فبعد ابتعادي عن الظهور لقرابة العام سأكمل المشوار الذي بدأته معك وقررت أن أفعل ما يسعدك، فقد كنت أنجح من أجلك وسأظل أنجح لأجلك، ولتعلمي يا حبيبي أنك تسكن قلبي وروحي وأني أراك أمام عيني طوال الوقت. ولم تكن واقعة وفاة والدة الفنان حسن الرداد هي الوحيدة الموجعة في حياته، إذ سبقها وتلاها 4 وقائع أخرى، فقد فجع حسن الرداد بوفاة شقيقه الصغير فادي الرداد في حادث سير مروع أودى بحياته في عام 2003، وازداد وجع الفنان الشاب لأنه كان من يقود السيارة وقتها وبرفقته والدته وشقيقه فادي، إلا أن شقيقه توفي في الحادث فيما نجا هو ووالدته. ويحرص حسن الرداد دائما على إحياء الذكرى السنوية لشقيقه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ولم يمر حسن الرداد عام واحد على وفاة شقيق فادي ليتلقى صدمة جديدة بوفاة والده نبيل الرداد الذي وصفه بأنه كان عاشقا لوطنه ومهموما بقضاياها، فضلا عن تسخيره لنفسه لخدمة الغلبة. وكانت الطامة الكبرى في حياة حسن الرداد بفقدانه لوالدته في شهر يناير من العام الجاري، خاصة وأنه كان متعلقا بها بشدة ويحرص دائما على اصطحابها معه أينما ذهب. وكانت الفاجعة الأخيرة عندما فقد حماته وحماه في أقل من شهرين، وهما الفنان الراحل سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز. أما عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم فأنها ما زالت إلى الآن تعيش في حالة الصدمة بعد فقدانها لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحرص دائما على إظهار ذلك من خلال حسابها على انستغرام، كان آخرها في الساعات الماضية عندما شاركت متابعيها بصورة لوالديها من مسلسل سوبر ميرو اللي جمعها بهما، ثم علقت على الصورة وقالت: حبيبي الله يرحمكم يا رب ويصبرني. غفر الله لهم ورحمهم جميعا وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وكل محبيهم الصبر والسلوان. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.